السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في لاشين ديالي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. كما شفتوا من العنوان ديال الفيديو اليوم، غادي نوريكم توتوريال ديال ميك اب ديال شي ان اللي غادي نجربوه اليوم. داك النهار وريتكم لو برودوي واليوم غادي نجربوه ونشوفوهم واش نيت هادشي اللي نايض عليهم، واش نيت زوينين، واش نيت الكاليتي ديالهم زوينه، واش نيت الثمن ديالهم رخيص والكاليتي زينه. هادشي كله غادي نعرفوه، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وكما كتشوفوا نو ميك اب ان ماي فيس، الحقيقه بانت. المهم دروك غادي نبداو يلا نبداو. اول حاجه درت هي غسلت وجهي واضغطيته مزيان، حيت انا اصلا لابو ديالي شويه ناشفه. واول حاجه غادي نبداو بها وهي الفون دو تان ديالهم، اللي هو هذا تيجي من شي كلام، ودروك غادي نجربوه. انا ديجا جربته ولكن دروك غادي نعاود نجربو قدامكم. المهم هو كي تيجي صراحه عامر و عامر. مخلوعه شويه حيت انا ماشي شي وحده كتعرف دير الماكياج بزاف، وما عرفتش هادشي كيفاش غادي يجي، واش غادي يجي مزيان. المهم انا راه ما كنعرفش ندير ماكياج وماشي شي وحده محترفه فيه، دونك غادي ندير غير داكشي بسيط، داكشي اللي كنعرف. ولا كانوا شي اخطاء في الماكياج ما تلومونيش، رانا غير المهم عندي هو نوريكم واش البرودوي زوين ولا ما زوينش. بون هاني درت واحد شويه في يديا، غادي نخدم هادي نيت البيوتي بلندر ديالهم. غادي نزيد يقدر شويه حيت انا معروفه عليا ديك النقيطه اللي كندير هي اللي كندير، ولكن دابا كيخصني نكثر باش اش ندير داكشي كيما كيديروه الناس. اوكي كازو شويه هاد الصغيبات هالا كان باش يبان لو مزيان. دونك خدمنا هذا الفون دو تان ودرناه بهاد البيوتي بلندر ديالهم، وغادي نحط كلشي عاد من بعد غادي ندمج كلشي. ثاني حاجه غادي نديروها هي الكونسيلر. دونك كاين عندهم هاد الكونسيلر وكاين هذا اللي نايضة عليه حريره، هذا خديته انا، خديته صاحبتي وصاحبت صاحبتي وصاحبت صاحبت صاحبتي، يعني كومونديتو شي 30 مره من عندهم، رخيص بزاف 19 درهم وكيكوفري مزيان خطير واعر. ما عرفتش اش نجرب لكم اليوم، مي غادي نجرب هذا وندير حتى شويه من هذا. اللين ديال هاد لي برودوي غادي نخليها لكم لتحت، ولا نسيت ما حطيتش لين تاع شي حاجه خليوها ليا في الكومونتير. شفتوا اللون ديالو قريب شويه تيبان بحال تاع الفون ديالك، وكاين هذا حتى هو غادي نزيد منه شويه. المهم غادي نقبصو مزيان وصافي، هادشي اللي كاين. حتي في الرعده مخلوعه. ما عارفه هادشي كيفاش بيطلع. المهم صدق داكشي مزيان، هو هذاك ما صدقش مزيان. المهم غادي نجمع نخلط هادشي مزيان، غادي نجيب تبان لي واحد المرايا باش نبدا نشوف فيها، ما غاديش ندي على الكاميرا عنقتها هو ما خصكمش تنساها. واه باش نجيب لك المرايا عفاكو. هنا من بعد ما بلانديت كلشي فون دو تان والكونسيلر، اش بان لكم كاين شي اختلاف؟ ما كاين حتى شي اختلاف، كاين شي فرق واش كوفري مزيان ولا لا؟ انا على حسب ما كيبان لي في المرايا الصراحه مزيان، بعدا كيوحد لك اللون تاعك. وانتم قولوا لي واش كاين شي فرق تنبان زعما الملامح تمسحوا. اوكي دونك ثاني حاجه كنديرو اولا ثالث حاجه كندير انا، دونك درنا الفون دو تان درنا الكونسيلر، غادي ندير لا بودغ ياك. بون ها هي هاد لا بودغ ديال شي ان، ها هي المهم هاكي تجي في مرايا تما كيجي مع هادي. غادي نديروها انا وجهي ناشف مشي بلايص، و مدهني مشي بلايص اخرين، غادي نحاول ندير خصوصا تحت العين، تحت العين غادي ناخذ هادي هاد البانسو ترى ناقصين عندي دابا عاد فكرتهم، ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل.
لي بانس ديالهم صراحه كاليتي واعره بزاف وزوينين. داك النهار قلتها لكم حتى في الخدمه دابا لا بودغ حتى هي مزيانه. هانتوما نقرب لكم باش تشوفوا شويه كيفاش ما بقاش كيبان الفون دو تاع انني بحال دايره شي بوماده فوق وجهي، تيبان دابا عادي. اوكي حاجه اخرى اللي غادي ندوزو ليها هي اش غادي نشتغل. حجباني ما كانت راسيونش حيت ما كنعرفش وغير كنشطهم وصافي. خاصهم يتراسوا ويعمروا داكشي، ولكن انا غادي نوريكم الحقيقه اللي كندير. ما غادي نزيد حتى شي حاجه. فوالا بحال هكا تنطلعهم الفوق كاملين ونتكيوهم شويه. فوالا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كندير بالنسبه للحجبان. اشنو عاوتاني؟ المرحله الصعبه وهي فوق العين. غادي نوريكم الباليت ديال شي ان، هي هادي شي غلام. انا خديت هادي اللي معروف بزاف، اللوينات الصراحه اللي فيها خطيرين بزاف. انا رينا في غادي الخسره. بغيت ندير الخضر حيت انا كيعجبني الخضر. الخضر خاصني ندير ديك الساقه هنايا باش يجي داكشي مقاد، باش نشوفوا واش كاينه ولا ما كايناش. هاي انا رجعت لكم بعد ما درت هذا الخضر، دابا عاد بان شويه اكثر. ها هو هذا البريون، درت واحد شويه فوق العين هنايا. ايلانر درتها هو درته خفيف، وكنت بغيت ندير هاد الشفر ديالهم ولكن نسيت ديك اللصقه باش كتلصق وما لصقولياش. ماشي مشكل، دونك غادي ندير غير الماسكارا ديالها ديال شي ان. ها هي فيها جوج ريوس كما كنت وريتكم في الفيديو الاخر. كاين هاد الراس الرقيق وكاين هاد الراس الغليظ. دونك غادي ندير الاول الرقيق عاد ندير الغليظ، ومن بعد سيدي عندنا جوج دو غلوس. دونك كاين هذا وكاين هذا الاحمر. ما عرفتش شنو غادي ندير، غالبا بما انه درنا الالوان بزاف دونك درنا الخضر، غادي ندير حتى هذا وغادي يكون مجهد اللوك الفينال. ويا المهم احنا غادي نشوفوا داكشي فين بيخرج. اها ومن بعد اخر حاجه غادي نديرو وهو هاد الفراجو. هاد الاخر الصراحه خاطر بزاف، شفتوا كيفاش مجهد بزاف. تدير ماكياج ديال التسعينات ياك. ومن بعد غادي ندير هاد الهايلايت، هو الصراحه ديال لوكور ولكن الصراحه خاطر. راه كنت وريت لكم غادي نديرو حتى هو، غادي نزيدو حاجه اللي ما درتش وهي الكونتور. الباليت ديال الكونتور ما جبتهاش ولكن ماشي مشكل، نشوفوا هادشي كيفاش غادي يخرج. ومن بعد ما غادي ندير هادشي كله، المهم نديرو قدامكم، نديرو اسيدي قدامكم. فينا هي الماسكارا؟ دونك ها هي الماسكارا. فوالا دونك كما قلت لكم غادي ندير دابا الماسكارا. صراحه العين كانت غادي تبان مزيان كون درت الشفار، حيت انا شفاري اصلا خفيف بزاف. ولكن ماشي مشكل، غادي نقديو غادي نعاود دابا بديك الصغيره باش تفرقهم ليا. فوالا هادشي اللي كاين. ودابا غادي ندوز الفراجو. غادي ندير اسيدي فينا هي بون. غادي ندير هادي، غادي نهز هادي، غادي ندير خفيف حيت كما قلت لكم راه مجهد بزاف. هادي ديال هايلايت ولكن ماشي مشكل، نقدروا نديروها. راه كندير غير شويه وشوفوا كيفاش عطى، غير شويه. ها نتوما راه غير كنحطها، ماشي حتى تنديرها، غير كنحطها خفيفه. غنطلع الفوق، نحاول ندوزو مزيان. بركه باش ما يجيش غوز بزاف. ونفس الحاجه غادي ندير بها يديا كلها عمرتها. غادي ندير واحد شويه هنا تاع الهايلايت وبها هي نيت. غادي نهز واحد شويه بالراس ديالها
تنحط. عارف واش كيبان لكم؟ شفتوا كنديرو غير هكا طالع. عاش كيبان لكم شي شويه. فوالا هادشي اللي كاين. و دابا غادي ندوز لهذا من بعد ما غادي ندير هذا وغادي ندير الشال غادي نجي لكم. باي باي. فوالا ها هو اللوك الاخر بعد ما درنا هاد الجلوس. ونسيت ما قلت لكم قبل ما ندير الجلوس تراسيت الفم ديالي بهذا حتى هو الصراحه عنده مزوين بزاف غير هذا بوحدو قدرت استعمله دونك تراسيت هذا ودرت هذا وصافي. فوالا هذا هو اللوك الاخر. شويه هاد اللوك ماشي ديال تخرج به كل نهار طبيعه الحال ماشي ديال تخرج به كاع في نظري انايا ولكن ديال هكا الا كانت عندك شي تمشي تصور شي حاجه ولا شي حاجه سبيشال حاجه سبيشال غادي تخرج بحال هكا سيرتو انه درت هاد البريو هنايا وكما كنشوفوا اللوك كيفاش جا وباقي ما درتش الشفار. الشفار كيزيد واحد الحاجه كبيره ما درت لا كونتور لا حتى شي حاجه دونك فون دو تان كونسيلر لا بودغ حجباني تماما طرسيتو ما والو كيار وشويه البريو من الفوق درت في الاول الخضر العادي ومن بعد درت البريو. فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى هاد اللوك يكون عجبكم يكون زوين و يا المهم قبل هاديا هادشي اللي كاين هاد الساعه انا ماشي شي وحده بروفيسيونيل في الميك اب انا غير بغيت نوريكم لي برودوي واش مزيانين ولا ما مزيانينش وهادشي اللي كاين. ان شاء الله الفيديو اللي غادي نحط لكم ورا هذا غادي يكون توتوريال ديال التربان. راه صورت لكم نيت هذا كيفاش تجي هاد اللعيبه هكا تاع البابيون وشكالات اخرين عاوتاني استغليت الفرصه ما حدتي لبستو قلت هي هذه كنصورها نيت وقلت اي علاش لا نحط لكم نيت شي جوج شكالات اخرين حيت بزاف سولتوني عليهم في انستغرام. الا ما عنديش في انستغرام دخلوا عندي الانستغرام و يا هادشي اللي كاين ونتلاقاو معكم فيديو الجاي. و فوالا ديروا ليا ما تنساوش ديروا ابوني و الى بغيتو تسولوني على شي برودوي ديال ديالو قولوها ليا في لي كومونتير و فوالا هادشي اللي كاين ولايك الى عجبتكم الفيديو و يا شجعني باش نبقى نحط لكم ديما ما نبقاش نغبر عليكم. وهادشي اللي كاين نتمنى نكون خفيفه عليكم وعاونتكم شي شويه وعطيتكم شي شويه ايدي على الميك اب ديال شي ان. فوالا غادي نحاول نقرب لكم ولكن الا قربت بيبانوا الاخطاء. المهم ماشي مشكل نتوما بغيتو تشوفوا غير واش الفوندو تان زوين واش العكر زوين واش شتو زعما الباليت واش نيت مزيانه الشفار ها هما الايلاينر. فوالا هادشي اللي كاين و باي باي.